بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. እንግዲህ እስቲ ወደ ሰላታችን እንሄድ ወንድሞች። አርእስቱ ኢቃም ሰላ። እኛ የምንከተለው አሁን አሰጋገዴ አይታችሁ ስገዱ የሚለው ነው። ኦኬ። በመጀመሪያ ወንድሞች እነ ሰላታ ሲለቱን بين العبد وربه ابدا يعني بنتنا بالله ያለ ግንኙነት በሰላት ብቻ ነው የሚታወቀው وهي ركن من اركان الاسلام صلاه فرض نو انندم صلاه سنه نو واجب نو انندم صلاه ركن نو ركن ركن مسسوم يسلمنا مسسوم وعليها تنبني ديانات او ديانه المرء عند سو الدين الله يميبالو باكاچو بنم فتاتلو يسلات غداي اونته نو اند توحيد نو بنل اتساساتن مكنياتوم يما يسجد كفران توحيد يلهو يكفران لكن توحيد لله مكفروا باجماع العلماء سيهون يما يسجد مكفروا دمو تنش يعني العلماء شوف خلاف اللبت بنلم تلك غداي تلك غداي عند صلاه يلم بديناچن ان عند سو الدين الله يميبالو صلاه انسته دين الله يعبال يدين سو نو يميبالو صلاه سيسجد بتشا نو مجمرا صلاه بدن بارغو يطبقات دينون طبقن لالن السوايا طفاه دمو يطفاه دمو دينو طفاه نو منلو حقيقه وبها يعرف المطيع من العاصي يه عاصي نو يه مطيع نو يميبالو بصلاه بتشا نو يتواكو نعم بقدمي مسقات السوالج ويفرق بين الكافر والمسلم يكافر نو يمسلم نو بثلاث نو لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تملكته نبياتنا من دالو العهد الذي بيننا وبينهم بيننا بمشركوچو يالو تلقو ليونتالو الصلاه فمن تركها فقد كفر يقول لك حديث فمن تركها فقد كفر وكان صلى الله عليه وسلم كما يدرجت النبيات صلى الله عليه وسلم والتدرج طور يلوكنا ود عند اغر من يلو نبر ويامرهم ان يتبينوا نا يطور مريو من يلو نا ذا طور نتكفتله يلوتان غن يلوتان فاذا سمعتم مؤذن يؤذن لا تحاربوا ከተማው ጋር ወደ ከተማው ስትገቡ አዛን ከሰማችሁ ጦርነት እንዳታነሱ አዛን ከሰማችሁ የሰላት ጉዳይ ካያችሁ ማለት ነው وإن وجدتموهم قد تركوا ጦርነቱን በጣም ጀምሩና ግደሏቸው طيب أعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة تلك ቦታ የሰጠው እስልምና ለሰላት ነው فهي اول ما اوجبه الله مجمر يا يسلمنا تزاز تزازوج تقلل يسلمنا تزازوج بثلاث نو يجمر واخر عهد دمو كما انها اول عباده يحاسب عليها المسلم يوم القيامه مجمر عباده يتجمر بثلاث سيون مجمر يمتطيقبت بقبر دمو يسلاث ستاي ከነጋላችሁ በጣም በጣም መጀመሪያም ጠየቅበት የሰላት ጉዳይ ነው اذا صلحت صلح سائر العمل اذا فسدت فسد سائر العمل وعن ابي قبيصة قال عند صحابي من عليه قدمت المدينه فقلت اللهم يسر لي جليسا نا عند تابعي نو يا صحابي لي جنو ود مدينه متاهنا دعاء دركواله يا ربي طرسو طرسو ستعين امتأيقو مياستمرين طرسو باغن دسيلنيال بلو دعاء درب فجلست الى ابي هريره الله سبحانه وتعالى دمو دغنته ابو هريره ستو معناتنو مجمرا مدينه سيغبا اللهم يا ربي اهون ماغن يماغنيو سو طرسو عالم سو بيهونلني علنا ابو هريره ناغني معناتنو
فقال لأبو هريرة إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا الله سبحانه وتعالى أروسا ونبسط عند دعاء الركنة أن تنسط أن ألو فحدثني إذن أستمري حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني أرو أنت مرتزت أين يميك من نقر نقرين ألو. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلال أبو هريرة يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته سبحان الله نبي أتشن سلو يسمه مجمّر بك أبر سياس قبوت سو النزاس يقوش كتتعيك بهالا أتى ودى صلاة منهدنا سلا صلاة صلاة إلال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح يا صلاة قداي تنكك بلو تصدق بلو الله كتقبلو ليلة بمولو إن شاء الله الله سبحانه وتعالى عفو إيالي تكك لن يون تنك أبلال فإن نقصت صلاة قدلي صلاة قدلو كاللو صلاة سيسعدك كرم على تعدلم صلاة هو تنبمولو صلاة سالفا يقوم يسجد قن عندن دي صلاة قدلت اللباتشو سنة منا من يتوال عندن دي قزي منا من دي زي يعني قدلت كاللو صلاة الله سبحانه وتعالى ألك أبلن بلو في تلا أي تلو من يا رجال يقول قال الرب الله سبحانه وتعالى منا لالو قال الرب عز وجل انظروا لعبدي من تطوع يني باريا صلاة بهوة ببول صلاة سجدوال قن عندن قرادا قرادا عند قدولو صلاة لو يا تطوع نوافل سنة يسجدو سنة يدرقو بزول صلاة لي بزا درقاتشو قرادا ونشفنو اللت قدولو نقر مولو اللت بزا بسنة درقاتشو لنا كذا وحالا الله سبحانه وتعالى بزام شفنو بزام شكتو بزام انتنا درقو صلاة يكبلنا كذا وحالا يتقروت ليلة عملو كبن الله سبحانه وتعالى يستكاكل والا وانا ونقروا يا صلاة قدينو العبادة التي لا تسقط عن إنسان بأي حال من الأحوال هي الصلاة صلاة بمنم تأمر ما لف عند للبات يالو علماء صلاة سبحانه تمام؟ إلا عن امرأة حائض أو نفساء يولدت ست اسكمت سدى حيض يالت اسكمت سدى كان هنا بستكر يما يسأل صلاة مالف أي أن تشلم يا جماعة اهتم الصلاة اهتم الله سبحانه وتعالى بالصلاة الله بتعان شأنه يالو بالصلاة نعم أنزل آيات كثيرة كثيرة في القرآن صلاة النازكاة صلاة النازكاة صلاة النازكاة يالي بقرآن بزو آياتنا يا ورده بتلي صلاة كزكاة الليل كل جزء يقول سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة نعم بل إلى آية من ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بل لا آية من الآن واستعينوا بالصبر والصلاة ننت إرداتك فلقاتشو بصلاة النبى الصبر إرداتان أسدو وإنها لكبيرة بتقام تلك نجيك ألا لا دلتشم صلاة نعم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين النزاء الله نمفروا يا الله ما لنت يمياكو يا الله تلك النت يمياكو يا جنان يا جهنم اوقات يلا تشو قالونو بستقر صلاتنا صبر بتام تلالك كباد ناتشو الى بل الى ايام الى الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين نا صلاه امس صلاتوچون بتقارغاچو يازو بتلي صلاه العصر الى بل الى ايام الى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه نعم سبحان الله قران بمولو صلاه زوج زينو يتكسا مكناتو بتقامي وداتال ولتهنيا يعني الله سبحانه وتعالى ركن يدرجات كتوحيد بحالا السؤال
أهون إني عندنا عندك يا كل تيكا تشون دمج هلا تشون سيالا أعطوني عبادة عندك عبادة ستزد يكون لك اللقاء مع الله يوميا إلا الصلاة عند عبادة ست عند عبادة تكاسو هلا هلوك زي أتتشلو كصلاة ليلة من النقر تابته سيام يعني بقى مكان بكزينو حاج بهوته عند بكزينو الشيء زكاة جنزب كان لهنو السوم بقى مكان بكزينو جهاد في سبيل الله يعني تقرنا سيمة أبتشانو لا يمتقام اتشلال الشيء ليلة من ليلة مد عبادة صلاة بتشانج بيك أنوك الله كنيك يمترق له أمست بيك الله يمتقنانيو هي الصلاة فقط ليلة بتامتو 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 من من قرر الكالوني أتشو إذن مهمة جدا جدا هذه الصلاة لها خصوصيات يتش صلاة ليتيا لي بحرياتنا ليتيا لي يازتشو نقرر اللون دموج أولا هي العبادة الوحيدة التي لا يقدر تاركها كهل عبادة وجه يهجن صلاة بيتشانج متو يما يتشان ما سالت يما يتشان ندال كواتشو ما ننيوم عبادة أمتو كال تشان تتوال كشان تارقوال إشي إلا الصلاة صلاة بمنم تأمر لتسلفات التجلب الصلاة لا يوجد عذر أن تفوتها إلا أن تشوفوا صلاة ما سال في فلقة سو كالنزي أهنا متقصات شو أن تبتشان إلا أن تموت كموت صلاة سجد أن لهم أو تنسى اللب بلبكة شيطان أسرسة كرسهم أن بتصلاة للتلف تشلالج أو تنام ويمدمو تنيته صلاة يالفه قن بشروطونا زنبرو ما تنيات بيشاد اللب إنا بنكلف بمرساتنا كموت ليلة أو تجن ابدكهم شنكلا كسات أو يغمى عليك ويمدمو فينت هنا صحي متهنا ويم عند نقر راسه فنكتونا فينت هنا ودك هذا اللب شكرا لا تتستهل لبه هدال الزاق زي سلاس ديال في من مال المال طيب عليك أن تكون ولتن سوستنيا عندي تسيت يور أبباك متابات اسكم تسعدانا عندي يولدش دمو اسكم تسعدان النزينة شو نا ستين نقطة ويم فين تكوهنك ويم دمو عندي تسيت حيدنا نفاس كوهنك كذه ليلة صلاة بالتحسان لسبة مكنيات ولا أنت يلا عند سوء ممكن إذا نجاسة كان لك بنجاسة سجد وضوء كان لك على وضوء سجد إبلاء لكم زنبله بفرلك وموتا سجد يعني إنما تعلم سلزيه إنما تعلم بتنتنو وهذه الصلاة من خصوصياتها صلاة دمو يعني ليتيا لنقريا الله تعالو هي أول ما يحاسب العبد عنها مجمل مريع بكأبر يمت السبو السنة يمت أيكم إذا صلحت أو فسد طيب وهي آخر وصية يا نبيات شن ساعة سلم كمو متاتشو عند ساعة سكراتشو سيموتو مجرش عالو توصية الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم إلو نبا باكاتشو سووش باكاتشو بصلاة أدرا بنان تسري الله يالو باريا وشتمو أتشو كنو أتشو أتمتو أتشو أتسدبو أتشو لومزاتشو ستو أتشو منام نزي هلو نزي يالو نيموت الصلاة 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 أدرا بصلاة يالو نيموت نبي صلى الله عليه وسلم طيب ومن أهميتها بتأمس فلقنة اللومو يسوى صلاة بتأمس فلقم هنوان كعمر مرقنيان سيدنا عمر بن الخطاب عنده أبو لؤلؤ المجوس يمبالو كافر مشرك نبي سيدنا عمر يسجدون صلاة الفجر يسجدوا عندنا وركعاء سورة يوسف يقروا مشرك بتاچي تنفقو قمتنا بهوداچو سبت غزي ببلوا ارغو قدداچو ماجو هوداچو قددو تمام
طيب كذا بحالا تشكمو هيدونا اندركعك سجدوا اندركعك سجدوا نو يغدلاچو علم اهون انجتاچو وط زلزلاچو انجتاچو بولو ودوچو هوداچو تكفته تشكمو دبيت وسداچونا اغمي عليه فين تهونونا كذا بحالا متوسنو دقيقة لتوسنو ساعات بقى چنگلاچو انتن اي اي ለተወሰነ ደቂቃ በቃ ጭንቅላታቸው ስቶ ነበር ከዛ ትንሽ ነቃ ብለው እንደዚህ ሲነሱ መጀመሪያ ጥያቄ የጠየቁ ሰይድና ዑመር ምንድነው ወዳቸው ተቀደዋል ደም እየፈሰሰ ነው እንደውም ዶክተሮቹ ወጡና ወተት አርገው መድሃኒቱ በንሃዲቱ በወተት አስገቡትና አጠጧቸው ሲጠጡት ባንጀታቸው ወጣ በሆዳቸው ፈሰሰ ምክንያቱም خلاص ሁሉ ያኒ ተቆራርጧል አንጀታቸው ምናምን ሁሉ ነው የቆራረጠ ሰው እና ሲያጠጧቸው ቀጣ በሆዳቸው ይፈሳልና ያን ሞመታቸው ነው ግን ነቃ ሲሉ ከዛ ከፈይት ሆኖ መጀመሪያ ጥያቄ ጠየቁት الصلاه هل صليت قالوا ወልጃቸው عبد الله لا ابي السجدكم አላቸው በሉዱ አምጡልኝ ወንድሞች እየሰማችሁ ነው እስም እንቅልፍ ወሰዳችሁ ምንድነው ሚሉ ታቃላችሁ ቋንቋው ይገባችኋል ውዱ አምጡልኝ አንጀታቸው ሆዳቸው በሙሉ ተዘልዝሎ ወጥቷል ደም በደም ሆኗል በቃ ደሙ አልታገሳለ ስለዚህ በሉዱ አምጡልኝ ውዱ ላርግስገድ አሉና የማይረሳ ቃል ተናገሩ قال يقول لا حظ للانسان بدون صلاه سبحان الله ان صلاه يما يسجد لا حظ في الاسلام لمن لا صلاه له يما يسجدكو بسلمنا ادل يلوم بوتا يلوم يفلغون عباده بيادركو صلاه يلوم اسلام عندنا مالو سيدنا عمر كذا بحالا يعني تنشال قيوم عرفونا مترد عرفوا ان اللي بلنال يعني متوال سيدنا عمر كذا وهلا كنبياتنا كابو بكر جاء تقبروا معناتنا على كل حال شوفوا عند سو جنا راس متاخ يزونيال بلو صلاه يسلفال አንዱ ስብሰባ አለኝ ብሎ ሰላት ያሳልፋል አንዱ ደግሞ ቴሌቪዥን ያየ ልም ያለ ይረሳና እንትን ያሳልፋል አንዱ ሙሽራ ካገባ እሱና ሚስቱ ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ለሳምንት ለሳምንት አይሰግድም መስገድ حرام ሙሽራ ከሆነ አላሁ አክበር ሙሽሪቷ መቼ ሙሽሪት ስትሰግድ ከመቶ 10 ታገኝ እንዲያውም ነውር ነው የሚታሰው በአገራችን خلاص ያ ሙሽራል خلاص ሰላታ ያስፈልጋል ሰይድና ዑመር ግን አንጀታቸው ተዘልዝሎ ይያለ ሰላቱን ሰገዱና لا حظ في الاسلام لمن لا صلاه له ولو الان اتكلم عجائب الصلاه يا صلاه بتام تامرك زين نغير على لكن استي هنا ثلاث نغير لتكسلاتكم لكن نزي تامرك هينيا صلاه ادلتكم هينيا صلاه ان كنت تامر الله بيقبلات والله بتام طرو نو انا هون متكسا صلاه هينيا صلاه ادلتكم يا صحابه الناس صدقوه النبي والصلاه الله اندس يارجن ወደዛ ከፍ ብለን ወደዛ እንድንወጣ አላህ ይርዳን እንጂ የኛ ሰላትማ የዚህ አይነት ሰላት አይደለችም ተመልከቱ በነቢያችን ሰለላም እንጀምር ነቢያችን ሰለላም በሰላት ከገቡ ወንድሞች አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ ቦዲያቸውና ሰውነታቸው ብቻ ነው የሚታየው እሳቸው የለም ከዚህ ዓለም ይወጣሉ የት ሄዳሉ ከአላህ عند غزي جنناي غبال عند غزي كالله غا عند غزي بقى علم يالك متناچو لباچو يوطا يي نبي ناتشو غدي اندني انداتا عند كان كل غزي اندما نغراچو امام هون ياسجدو اجاچو ود فيت سن سنزرونا صحاباوچو دومو نبياچين مكتل دسيلاچوال عند عند صحاباوچو اجاچو دومو ود فيت سنزرو سيتيقو نبياچين منالو لا انما عرضت علي الجنه وثمارها قال نبياتكم يسجدكم الله سبحانه وتعالى جنة ودنيا متات
كفرافري وانا كل نقر وديني متاشنا عند تفري عند تفاح وين برتقال كزا قرط أرجل أمت الله تشوف الجنبر ولكن حيل بيني وبينها الله كلكلنا اجي بارو تملسي لمن كلكلو الله سبحانه لمن نبياتشن كلكلو من العلماء تشو نبياتشن اندالو تراساتشو لو أتيتكم بفاكهة عند البرتقال ويم عند التفاح ويم عند المانجا بامتا زي مسجد الله تشو بمولو بلتاتشو من نقرتك عن سمانو ان انت دمو يا نغر كبلاتشو تغباچو اسك يوم القيامه اسكم تموت درس ايرباچو انغدي يشوف يا جنة مغب اندزي نو بحرياتو طباي اندزي نو عند غزي كبلح ات ايرب لزل انا ابلم دنو ميبلو اهل جنة بزو يبلالو لتلذذ لطعم لسميت نو يمتبلاو متطاطاو انجي روبو سلو هون ادلم سلازي يهن نغر انداي كسب الله سبحانه وتعالى ساب ادرغو السطاچو اوكي طيب كذا بحال وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه بكر سيناغرو من الى متقالچو جعلت قرة عيني في الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله يا عيني ما رفيا قنجو سيت ادلم قنجو مغب ادلم እኔ የሚያርፍበትና ደስ የሚለው አይኔ ሰላት ውስጥ ስገባ ሰላት ውስጥ ከገባሁ خلاص አላቅም ሰውነቴ ማላቅም ደስ ብሎ ስሜቴን ይመረቀናል وكان سبحان الله وكان يقول لبلال سيدنا بلال كايو دمو وقتك جبا منو ميلوت اريحنا بها يا بلال اريحنا بها يا بلال يعني ريحنا ايش معنى ريحنا اسدسه بطرو هنا تاسجبان ان اذان ادرقنا اذان كدرك بهالا يا ثلاث نجر سجمر يعني تشنقلاتش عرفت يا غنيال دسته يا غنيال انزنانال يلو تنبا انياس مننلال استنبر انيا دومو مننلالن اريحنا منها مش بها اريحنا منها يا فلان يعني ايش باكه باكه تلو اغلاغلن كذا السلام نبياتنا يميلوا اريحنا بها انيا دومو اريحنا منها استباك اذان ادرغنا اقامه تلو بدنا نسكن نغلاغل ادلم ديون بعفاتنا انلل بلباتن جن متي سغتكو متي تغلاغلكو متي ورچو تا غباهو يهنو ينيات እሺ አንድ ምሳሌ አለ በትግርኛ ባለጌ የሆነው ምሳሌ ነው በጣም ባለጌ ነው በጣም ኩፉ ነው የሙናፊቆች ጠባይ የሚያሳይ ምሳሌ ነው ምን ይላሉ ሐማቱ ዝቀበረን ኢሻድ ሰገደን ደቂሱ ሐደር ይሉም يعني አማቹ የሞተ የቀበረ يعني አማቹ እንድትሞት ይፈልጋል ሁሉ ሰው እንደዚህ ነው የሚለው አማቹ የቀበረና ኢሻ የሰገደ ተኝቶ ያድራል ለምን ነው እንደዚህ ተባለ ታቃላ ኢሻና ሰላተል ፈጅር ከባድ ሆኑ ሰላቶች ነቢያችን እንዳሉት የሙናፊቆች አይነት አሰጋገድ ነው የሚሰግዱ ብዙ ሰው ሙናፊቆች በኢሻና በሰላተል ፈጅር በጣም ይደክማሉ ያኒ ዝም ብሎ የእንትኑ ዝም ብሎ ካንገት በላይ ነው የሚሰግዱ ይላል وهذا من اخلاق المنافقين ስለዚህ ይምሳሌ አሁን የመሰልነው የሙናፊቆቹ ጠባይ የሚያሳይ ነው طيب وقصه جميله تعرفونها انيا عندنا اللي يا صحابه نجر سنمار ايجبان لمن مسلاتكم ما يجبان بغزياتكم ليكسس سلم ما يتشكون بقى غر مدنو تلال اندزي يغنيال اندي لمثاله قلتكم امتاكو سيدنا عروه ابن الزبير تبالو يا صحابي لجنو يسويو يسويو سبحان الله العظيم عنده اكيلا متبالو
በእግር ውስጥ በጣስ ተገባና ከዛ በኋላ እየበላች እየበላች ወደ ባት ትሄድና ያኒ እግሩ መቆረጥ አለበት አለበለዚያ ወደ ላይ ሄዳ እግሩ በሙሉ ትበላዋለች። ለምሳሌ ከባድ ስኳር ያለበት ሰው በጣቱ ትንሽ ቁስል ከተከሰተ በቃ መቆረጥ አለበት እንጂ ወደ ላይ ሄዳ እንደዚህ አይነት በሽታ ያዘው ዙበይር እኔ ዑርወተ ኢብኑ ዙበይር አሁን ምን አሉት ሊቆርጡት ሲሉ ያኔ ወሳው ታቃላችሁ ሁላችሁም ነው የምታውቁት ላኪን እኔ ይለፈው የሚለው ነገር አላቀም እንደዚህ መሆን የለበትም በዲናችን ስለዚህ ምንድነው ያለው ዶክተሩ መጣና ኸምር እናጠጣሃል ያን ጭንቅላት የሚያዞር ምክንያቱም አግረስ እንቆርጠው እንዳይሰማ ላል አብሽሩ እኔ ኸምር ምናምን አልፈልግም የራሴ ኸምር አለኝ ምንድነው ውዱእ ስጡኝና ውዱእ አደረጉ ስሰግድ ቁረጡኝ ይሄነው ይቋንቋ ጨርሶ አይገባኝም እቻሉና ውዱእ ሰጡ ውዱእ አደረገ አላሁ አክበር ብሎ ወደ ሰላት ሲገባ መጋዝ አንጥተው እግሩን ቆረጡት ከጉልበቱ በላይ ነው እና እግሩን ቆረጡት ምንም አይነት አልተንቀሳቀሰም ይገባቸዋል እንዴ والله እኔ አይገባኝም አይገባኝም ማለት ታሪኩ እንክት ያለ ትክክል ታሪክ ነው በሁሉ መጽሐፍ የምታገኘው ታሪክ ነው አይገባኝም ማለት ግን ምንድነው እንዴት ይሆናል ምክንያቱም በእኛ በቆሻሻ ልብ ነው አሁን የምንፈርደው ያለ ነው እንዴት አንድ ሰው በመጋዝ እግሩ የተቆረጠ በሰላት ውስጥ ዘፍቶ እልም ብሎ ከአላህ ጋር ስለሆነ ሱብሃንአላህ አልዓዚም እኔ ከረበብኩ ታሪኮች በሙሉ በጣም ከሚደንቁን አንዱ ይህ ነው በጣም ይደንቅ አስደንቀ በኋላ ሶልቻ አይደለም እግሩ ደም ብዙ ሲፈስ በየጋለ ዘይት አበጡና እግሩ በዘይት አስገቡት ይሁሉ አልተሰማው ሰው አሁን እነዚህ ካፊሮች ወላ ፋሲቆች ሲሰሙ አይ የእብዶች ንግግር ነው የሚሉ ላኪን والله እብዶች አይደለም አው እና ከዛ በኋላ ሰላት ጨርሶ السلام عليكم ورحمه الله ሲል ህመሙ ተሰማ ከባድ ፔይን አለቀሰ ወለወለ ተንቀሳቀሰ ተጠማዘዘ ምክንያቱም ህመሙ በሽታው እንትኑ ፔይኑ ተሰማው እዛ ጊዜ ከሰላት ሲወጣ ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ ወላ ተተዓጀቡ ብዙ يعني ان الجرم ينجر ان واحد من التابعين عنده زراره يميبال دمو يا صحابه لجنو ب امام هو سيسجد معناته سوره المدثر قرى معناته يقول يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر على النار ربك فاصبر كذا فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم اسير على الكافرين غير يسير سيقرا ايت ايا لبن متاچونا يسجد باندنيا وركعه ودك كذا بستجرباو يالو عندو الفرنا صلاتن كملوا معناتنا يتقروا ركعه صلاته كملوا سويو فينت هوال معناتنا ሰላት ሲጨርሱ ሲቀሰቀሱት ለካ ሰውየው ቦምብ አቶሚክ መጥቶ ልቡን እንደመታው ይህች አያ መጣችና ልቡን መታችው የጀማ አያ መጥቶ እንኳን ልባችን እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሰን ተሰምቶን ያቃል ወይ ቁርአን ስንቀራ በሰላት ምን አይነት ስሜት አለን ምንም የለም እና ይሄን አይነት ነገር ቶሎ አይገባንም ያልኳችሁ ይሄ ነገር ነው موته من قدلو آية من الآيات فإذا نقر في الناقور يعني إسرافيل رمباون سمتا فذلك يومئذ يوم عسير بس أم كبارنا شكان شكري ملابت أنه بتلي على الكافرين غير يسير لكفاروش يعني أنا ما كان هذا لم أني كتبت أنه ينسي كرا متاتشونا موته طيب وفي يومنا هذا بلنو جن عند سو طرود مصارغو كقرا خشوع له
Subhanallah. Turu arugo mi karakayachu besual lam ni safaro mi faradaw. Lubbu sindes no betel lubbu ya Allah farachana khushu khudu' yelellow no abzanya soch. Qira'atu turu imeslal lubbu gin and gize begebaya and gize yagabal and gize fatal and gize yihedal imetal endezino hullachin endezino hullachin endezino نا طرو بكرام خشوع لله سلاسنا وأبزان يتشون من سبلو معكنا أهون لو قيل لأن عند سو أهون إباك استي ودى سلاس قبارنا إقرهن نكرت إغن بتلو إنكو كلش نو إنو متلوت ولا سهلم نو شواتانو أسك إنو إحنا قر واسمعوا إلى هذه القصة إني بتامي قرمني قصة سبحان الله عنده باند قطر نو درونو قدي بسالي حوش قزينو صالح يهون إمام مسجد نو قن تشقرو من دنو ملاسو تنش تنش رأس الإيلان ويمدومو هني الصراط تنش انكن نبرو بملاسو قن طرو قارئ نو عالم نو هو من أولياء الله سبحان الله العظيم نقري ولي لما لتعمل تشلم من أولياء الله ما لتيه بتقباره يتمسكر اللتنا تروع علم نبار صلاة الفجر سياس سجد هلت انقدوش يالفو نبار كقطر ودى قطرنا مشاشون نزاد صلاة الفجر كالسقاد سجدنا كذابها لا يعني سيكارا قرآن النسو دمس آوتو هلو نا انتني يعني من جنو افه استكاكل افهن استكاكل يالو انده مسدب عينتنا زنبلو سجدنا السلام عليكم قبلو فجر تسجدو كلهم ودى بيتو يدي النزي هدت سووش يعني بإمامو يمياشوف ينبرو صحيح كوت ابو هلا قلات شو لما تتقبلو باند ترا ونزنو يالف نبر زوها الزهونو ستات ابو عند تلك ام بساكج اكاوت انا ويالو متابا شو لبرا شو كنو اهونو والو على قسو هزبو تسبسو ام بساو من يملسو ام بساو بك امكتون نسون لما بلاك بيشانو مفرلدو ودن مجرشا ودى شيخو هيدو يهن إمام يا إمام مسجد ودى الزاهدونا إمامو قطة متى متانا أمبساو إمامو سياي كاس بلو متانا ومبس بلو في تولاي تم بركك عالمو زند إزا عالمو إقرسر تم بركككنا ومبسان عالمو يا إمامو من أدرقى يا أمبسان راس اندزي دبس بس يا درقى ياشي اندزي أنت أمبسا انقلوش سيموتون أتاسفر الربن أتمت على المهم اندي يا جماعة يتقوى كوي الله فراجك أمبسا قاين يانقا قرار أنت أمبسا انقلوش سيموتون أتاسفر الربن أتبراتشو بل هل مكرنها من دي؟ قالوت كذب هلا تنسانا بمبس بمبس هلت ترسو وشمت أرنا من الواتشو يقول أصلحتم ألسنتكم فخفتم الأسد وأصلحنا قلوبنا فخافنا الأسد قالوا ملاساتشون أصلتاتشوال لكن أمبسا أسفراتشو إنيا دمو لباتشان سيس أدا أمبسا كن يفرر بلوي بارا سبحان الله طهرتم أو أصلحتم ألسنتكم لكن خفتم الأسد لما أصلحنا قلوبنا خافنا الأسد لبول سدت على بإيمان بإخلاص بخشوع بخضوع بالله فرات شاي تمولا أم بساي فروا زنبلو تركمر كيهون دمو زنبلو انتم دمو كم بساي فروا يهمالة تشون طيب وبعد هذا لماذا يترك الإنسان الصلاة إنه انتياكي كنقاء تمركتنا أبرن إنما اللي سوصون
لمن دنو سو كويس تفن شاء الله يا الله اشي اني عند النيجر من نيجر لمن دنو عند سو صلاه يمسلفه من سي هون نو صلاه يمسلفه ينتي اكي كنغا استي كنغا تملكتنا نملسو يدرس اوكي اهون بتنتنان اذا كان بالكسل بسنفنانا زنبلو بقى بتشلتنت كهوني انمكرو هلاچن هلاچن زيال انمكرو እባክህ አዱንያና ይህች ነፍስ ጣላቶች ስለሆኑ ሰላት አታሳልፍ ነገ አንተ ነው የምትቀጣው እንጂ አዱንያ አትቀጣም ብለን እንምከረው ሰላቱን ጀምር ممكن አንዳንድ ሰዎች ነገ ሰግዳለሁ ከወር በኋላ ጀምራለሁ ከነገ ወዲያ ጀምራለሁ ይያሉ ብዙ እድሜያቸው ሳይሰግዱ ያሳልፋሉ እንምከራቸው ሌላ አንልም ممكن عند سو من الهلال سرا سلبذابني نو الى سرا كبذابهم صلاه يمسلف كون سراو توف بدلت استسراو ونتين صلاه كصلاه يمسلك سرا ونتينو يسرا من نجر تقامي هادل غوجين عنده شيخ محمد سراج تلك علمناچونا اهون عند قن طواف كفجر عند طواف 5-6 سوت كدرسو تليتو شيخو سيطيق والله غوجو يسرو ناتشو الو غوجو هدمو يبارال بتغرنيا هدمو يسرو ناتشو قالوا لنا شيخو اي هدم يسروا ناتشو او لما قصوا دمو ليلا هدم يسروا ناتشو قالواتشو بسوستنيا كندزي سيلو من قالوا يبالال كل بله هدمو هدمو كل بله هدمو هدمو أبزمن قد اللخمو قالوا يبالال كل سو غوجو 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 عليه لكن بمحكلو يالس من اللي هونو من دون محكلو يالو موت نو جنا غوجو جنبته ساتشرسو ادمي يالقنا بموت تغوته ور قبر تيدال يهن على على استاوسو بندي لمن قدمو سرالو غوجو سرالو ሰላት ከሰላት የሚያስርቅ ስራ 100 ሺ ዶላር በአንድ ሰዓት ሊከፍሉም ይህ ስራ አይደለም የሸይጣን ድርጊት ነው እንላለን ግን እኔ አሁን 3 ሰዎች አሉን ጠይቃቸው ከኔ ጋር ሆነ ነው ወንድሞች ሁላችን ሆነን 3 ሰዎች አሉ የማይሰግዱ አንድ በአንድ እንጠይቃቸው አንዱ اذا كان يمنعك لانك ذو منصب عالي لزين ما سجدوا بلن كوكن سبحان الله اذا كان هيك نجر كونه كصلاه يمسرك قال العلماء من يترك الصلاه بسبب بالزي عين السبب صلاه يتوسوالو فهو مع فرعون كفرعون كانوا كموته يمكسقسوا تقسقسوا بحشر كفرعون غن لغن نو حشر يميدو لمن فرعون من دنو نغوس نين انا ربكم العلا يالو يومبرونا يسراو ادلم تنيان قبارنو او سلازي كسو غانو ود حشر يمتهدو قال طيب هلتين واذا شغلته تجارته نجد سرا سوق منامن يركل كوني كسلات يسراقو وهذا يحشر مع قارون قارون تمرنا اساو سلاچو قارون هاتام ينبرو ከፍተኛ ሀብት የነበረው ቃሩን እንዲያውም የመخزنው ቁልፎች
زتين سوچن کن اسر اسر امس سوچن کن دیشک کمو تی ماچو کل خوچ ل مخزن مخزن افتادم با مورو ورک نام تنیک مولانو سلزی السو به هفت ناب تجارا به نقد نو علام نمبلو یا موسان دینیت هوی سلزی به نقد ناب هفت ناب انتن بنتن یعنی کسرات راکه کزی قارون کمی بارو نو بأرض المحشر جميك أموالو يقول سبحانه وتعالى في القرآن قارون من عليه باك السجاد باك موسى تكتل سيلوت إنما أوتيته على علم عندي يقال زبكو إني راسيت الريب بلا بيامت أوت نوال الله من عليه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة قل فوتشو حياة سوتش أسرع مست سوتش زت أين سوتش مشكمو تنبري يمخزنو قل ف ما جرش من الله فخسفنا به وبداره فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سلزي قارون بحبتنو تتالو بغنزبو تتالو يعني كدين يراك أنت دمو بنقدنا بغنزب أون شوفوا يا أخوان ماركاتو هيدو يدي سابا ماركاتو أبزن يوچو تاجروچنا نقالي وچ صلاة الجماعة يا سالفو صلاة راسو يما يسجدو بقى بغنزبنا بنقد بقى يهن تشتي يهن تلوتي يهن كأترف يهن كسر سيلونو انتنو سلزي كقارون غارناو امي قوم يوم القيامة نزي هلت نحجو عندو يمنستر لجنان يجار عندو دمو نقالينين هابتان طيب سوستنيا وإذا كنت تترك الصلاة تكبرا أعوذ بالله أعوذ بالله بكبرياء كهونا دمو أنت أخو الشيطان نجي لأن الشيطان ما ترك الدين إلا بالتكبر بتأبيت أنا خير منه إن يقبلت أنه خلقته من طين وخلقتني منا كأسات بكبرياء الله سبحانه وتعالى من له أنت رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من له كرحمة الله يتبرر سونو مكنيات بتأبيت نوانو طيب ومن ترك بظنه أنه ابن الشيخ وهو من كعلي بن أبي طالب هرق له زرو هدنا ابن فلان ابن فلان يتبالي ودنبياتشن درسال تولو شريفوشنا يا نبياتشن زرالن يا علي زرالن يا أبو بكر عثمان زرالن يميلوت بزي أنت كهونة دمو سلاسو يتوت سبحان الله من لو علم بشره أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب أنت مثلو شي أردت متو أمد تسلسلو يمتا ينبياتشن زرال لن يمثلو أبو لهب حتى ينبياتشن أقوت نبوشو تمام؟ لكن هو الآن في النار بل شي أمست متو مليون مسلم بي صلاة من إلال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إذن نبل بالي أن لو إساتي يتكك ألنواهن نقم إساتي استيقبان يا نبياتي أقول طيب زمرتشو لمسالي إن أبو جاهل إن أنتنو مسلوا هلهم تلو طيب وإذا تابعنا حياة أبو طالب لمسال أبو طالب أقو تاكو والله أقول لكم صراحة أبو طالب لنبياتي يدرقوا ولتا عندن بسحبو شيلا درقوته كان من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كرجوشة شوبة لا يكون كعلي كزيد تنو
أو كجعفر يعني ينتمي يا أبو طالب لجوش ينبرو بمولو أبلطو يمودت يوند ما تشولج محمد صلى الله عليه وسلم نبر. كان من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بل كثير من الصحابة بزو صحابة أبو طالب يدرقوا سراء الصحابة تقال لك من يدرقوا نبر أبو طالب سبحان الله العظيم لسوست عمد تسروا على النبر نبيات صلى الله عليه وسلم صحابة بمولو زا شعب ابن أبي طالب من بلو عند بوتانو زا بقى أسرواتشو صحابة انداي وطو انداي قبو انداي تشطو الله انداي قزو والله العظيم انداي صحابة سنقروا مريتو كفر كفر عدرقن زنبلن ياغنينو تل النبلا نبلا مكناتهم بقى توقع طوال هلو ندات شطول لاتشو ندات قدو لاتشو وهم دات سطو مقم دات سطو تبلو زا باند كلل قارد واتشو زا لسوست أمت يتسك عيد عندو من إلان والله إلان مريتون كفر كفر عدرقان إنينا قوردنيا عندكان يدرو يبسبس ينسسا قدا غنينا كزان دزي سنايو لك اند تنكرال قرفت دزي بشن تاتشن على سلسنا ونا بلنا من الدم براب لموتون يفرنبوت قودا وراسو يجبنو انسسانو يمدنو عاكم كذبو هلا لبولو السفر لغو اند انشات اند برات هوني قوداو شنت شن نبتنا بشنت ارقر على سلسنا واتر كذبو هلا ان يكنو نبلو الان سبحان الله العظيم قتل تاتو يدرق انشات اي قولت قوي بولو نبر بزي عن الشجر أبو طالب كان إني أبو طالب هون الزقزي مؤمن هذا اللو مسلم هذا اللو لكن يلي جوان دم التوم بلو إزا أسر بيت قبطو لسوست آمد كنبيات شنق أسر بيت قبطو مالك يبت شادم صحابة وچونا نبيات صلى الله عليه وسلم سيتنيو لليت أبو طالب عيتنيا من البر سنشي تنيانا بررنا يوان دم يلي جديد نو تلات نعمت أبد بردسي هون هدو بردرسي على الساتشوال عندنا قرسي هون هدو بقى فيتا تشولا إزاتا قوى تشوكو تشلال نبي عليه الصلاة والسلام كان كل في السنسو عمي أقوتي من دروم ما تتنيا اندي تتنيا له ألا تنلاه متعبه بي يكونو ليلي تم بمولو لك اند هتسان النات لهتسانو اند بتادرقو اندزي أنو سوست أمت كنبي عليه الصلاة والسلام لسنت أمت لنبياتي بزوس رأي سروا أبو طالب التقماتكم أهون جهنم وستي تتقلناتكم سبحان الله العظيم سلزي يا نبياتي زرالين ويم شريفوشنا منامن يمبالو ينقر أي بجم لأبو طالب البجم لأبو لهب البجم منم نقر ليارق الله بل أبو طالب من ينبر إن ابننا لا مكذب عندنا يعني رجاج محمد صلى الله عليه وسلم بنيا امنت من اينت انتنو تككل دين يزونه يمتا امن بلوتن بيالا لكن تككل مهنو اقاله هيلا لكن له من اهل النار لكن كجهان نفسوش كالنسو عندنو ابو طالب لكنو باقرو قبطو اساتنا مككلو يو ودليلان دان هيد واخر قصة يا جماعة بتأبيت ويم يا نبيات الزرع لين يا جنرال لجنين يا منستر لجنين يهولو نقر تتن صلاة لنبيهم التنسان نبي صلى الله عليه وسلم تلك إما صلاة الله تسجدوا لألتبال لأبو بكر لعمر لعثمان لنزاع إمة الإسلام بمولو إن أنتكو سنة درساتشو يعني منهم نقر صلاة أسفل لقاتشو ألتبال أوكي للا مجرشا قصة من نقراتشو هل نقزي متسمواتنو كني سيدنا موسى يهدو عند سومتانا يهتن كبارر بكبرياء بكا تغطرو يهدان سيدنا موسى منالوت يا فلان نالوت هون علي اذهب يعني امشي على هون كسب له بتهت الناقم بس بله الله انفرا يهتئ بيتكو من يتأك محل منا منالوت من علي هي انت موسى دم اتاكني من دي اني يمان لج مهن اتاكمال بقى من يرق لها اني اكو يا غليل اسكزت اني اياتك درست يا فكرن اني اكو يا غليل
يجلدني يمتي يتجمنن كذا هيل سلاس ليج كذا بيتروس منامن كذا يريقوس منامن بلو زدني اياتوش تكسنا جنا سيدنا موسى سايناغرو جبريل وردي من الى جبريل يا موسى يسويو زدني اياتوش بمولو اندزي نبرو بلو مين كبارارو او بل بشروان هؤلاء التسعة في النار وأنت عاشرهم النزازتين كانت في تموت زمر الشيخ بمولو جهنم استنوا يعلو موسانا رسكة سلم طيب ويا نساء ستوشم امر ونموش إذا كان زوجك سمون انجريه سنت ستوشم دارلو على كل زيرو مهول جن أنتينو سيتوش يمت سمون يالله لم كراتش واندماتشونين لم كراتش الشي إذا كان زوجك لا يصلي بالش يما يسجدك هوني كتالش اطرديه من البيت أبرر كبيت والله قوجينو نك أرسانو فانديانو كبيت أبرر ألسجدم كالب أجرك تاقنيو مكاريو 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 انبي كالاقل من دنو بتقنيا انت مكارو مكارو انبي كالاقل مكاراي مكارو يلا ارلا من دنو سلزي مكاريو نا انبي عرسكدن بلو مسدب كجمري ما فيز كجمري ما شوف كجمري كبيتا باريو متشلي كوني بتالي اوروبا اللاكو امريكا اللاكو تشلا اللاكو كيك كاريو كبيت اوكي طبعا لا تتشلي يعني ممكن تتشلو سيتوش ممكن تتشلو كالتشالاتشو جن فليسقط من عينك كأينش مورد عمدت مجمرا إما يسقدسو أكفش للتادرية تشلم لأنه كافر كافر دمو كمسلمة لنورا يتشلم كافر دمو كمسلم ليادرا يتشلم سلزي بيانس بيسنقوان كأينش أودك يما يسقدكو هوني عند زنجرو عند سماعي عند مثال يعني بتنو بتقرني اكون من الى انه يعني من مثال باليش مهندس نو انجينير نو دكتور نو فلاسفة نو محاسب نو نجاري نو وبت نو ما شاء الله قنجو نو زناج نو يفلقو النقر عمتقنا مولو انتن نو يما يسجد كونغن فانديان حقيقة عند مثال يعني بتقرني اكون من يلالو واسي خوم دا احر النمبر شمت قندر سيترا فلنا أمي أشجعك. إنيكو. عندكن. إنيكو يا له بكا. إنيكو ذهنين. يا له. جن. يعني. وجوتو سجراون أيتني. وده وجوتو شنتنا سجرا إذا ببيتو مستنو. كفر أربو إذا أرون الزايد لنا كذا بأفرق. نا أففت سيتوا. أنا بقى كشوتو زاش ناتشو ولا زاش سكران ناتشو ناو لا زاش بقى أي فرق؟ إني كفرو بقى زاش بقى جمع بيتو بقى تشجر سيتوا عند سهونة على أولان ترو غابيو سيچن جان هوي كو هاي لسلاسي يغون در شمت لسات انيو على من عدتشو يغون در شمت يقربن وطاچو شنتاچو ناسگاراچو الزاكت علاچو السو باكين ابر يغون در شمت ما يبقان الوان بتقرن يانو قنجو يعني شمت غون در يترفن وسيخم ده أحر قلنا إلى ألشي بلاد سلزي عند سو ينكبر المهندس نين إنجينير دكتور نين من عمل نين 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 إلى يما يسجد كهنة والله أنا أقول لكم يما يسجد سو يا ببيتي أروني مثل سوشال
ونت ونت ببيتو أرويت عليه يمسك بكونة السوي شلال كم ما يسك بسو سلزي ونت ينو ما يسك بسو على طول بتنام ودك امتنو. طيب كذب هلا من إلال أو الآن وندموت أهون الذين تسمعوا كلامي الآن أهون كرو كتب أهون نقرين متسمع سيت كالليش أهون كبالوا قتل مقاقر بتلي بالوا أمي سماك هنا أهون ينين محاضرة يسماك هنا وندمي ينو من يسرى قدام بتام كفتن يابوتا يتسطى نشي لا باك قومنا قالهن تاتب ودو ارغنا صلاه جمر تبلو انيم بغنوا هني يهن لبل وندمي تنسى يبقى اسكون درس صلاه يلهو سو كافر نو تنسى سجد الله اقرا لك الله لبهم لبه برهان بتشاي مولاو تنسوا سجدوا الله خليكم صلاة والله العظيم تقروا نقر يا متعال لي متفو نقر يا متعال صلاة اشي كذبوا هلا عندي سيد نبار جارو تملكوا تواسك اي نقر والله يتكسط نقروا اي نقر عندي سيد بلوى السجد هلا ارى سجد عندك ان هرتم قلت ملو يتج اواتو بالناميس عصر صلاة اذانا الله وهو أكبر على المسجد يجي أهون مستوين على شو سمين على شو بهونو كزيكو أهون بزي دقيقة بزي عالم مسلم يالو بمولو يما يسجدوكو آن بسو بچانو والا شو ما نوال حيدي اللبات سيت السوا بچانو يما تسجدنجي كل مسلم يسجد على شو مين على حيدي اللبات بچانو ما تسجدو كذا هلا من عرف دي اني كوار سجدم عرف انجال اني انجا اندنيا كون كلاقم انجي حيد يلله بتا نو متسجد ما تسجدو طيب اني كوار سجدم عرف غير انغري انجال انغري راسن انت نبل ستمچو كذا هلا من عرف اي اسكزي نو يدرسكو يا سيتوش متچاوچ اهو كدو منام بلو سراس جمره يبارال سبحان الله العظيم يعني تملكته حكمة ونتواكله أذان سيلي ما يسجد حيدي الله بيتشانج ليلا قل يعني مسجد اللذات ما رتواله. طيب ينكالكبها لا نقديه يسيلات قداي أسهد قري بزيج الرسوال له لكن أهون ودى صلاة النمتانا تنش جمرا كتاينو لما تأوك زيان كتبالا تنش بچان جمرو عندن يوم اراف چرسن من الال يت صلاة كبدت يصلاة كبدتنا يصلاة اسفل لاقينت اسكهون درس قطن ساستمر قويه مالت ماشي أهون وده انتن الهدى لا سردك قابتشا من الالل الطهارة بلن جمرا طهارة يسلس طهارة بلن جمرا شي أهون والنموت بيتن يوم مذهبنا ما استمراتشو تياكل النانتنا بيتن يوم مذهب الشالات شوان ويس بيتن يوم مذهب ما استمر اللبن شي أوكي إذا علمتم مثلا بعند مذهب كاستمر كواتشو لمثال بأبو حنيفة مذهب كاستمر كواتشو الشافعي يميلو سواتش بزوس تتليا قنينو مكنياتهم خلافا لاتشو علمواتشو يمذهب أبو حنيفة بتشارجي سلاتو كاستمر كواتشو يشافعي مذهب يميكتولو سواتش بزوس تتليو نو شيء طيب مجمرة هؤلاء الأئمة نزأرت نذهبوا كتبالوا إنما ناتشوا منالوا النسوس مكتل ياسفل قالوا الشيء مجمرة وندموج النزيه أرت نذهبوا جيتوا تشاتشن ناتشوا مريوا تشاتشن ناتشوا راساتشن نم نسوت تشاتشوا
በጣም ከባድ እንትን ዑለማዎቻችን ናቸው እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን እነሱ ባይኖሩ የነቢያችን ሱና አናቀም ነበር هؤلاء እነዚህ አራት መዝሃቦች ወንድሞች ቀናቸው በጾም ሌሊታቸው በሰላት ተሐጁድ የሚያሳልፉ የነበሩ ትላልቅ ዑለማዎች ናቸው ومكانهم على رؤوسنا بوتاچو راساچن ላይ راساچن ማለት ከፍ ከፍ ያለ ቦታ አላቸው በነሱ ማፈዝ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው በመذهب ማፈዝ ማሾፍ ትልቅ ወንጀል ነው ልክ ባንጻሩ ደግሞ والتعصب بالمذهب جهل كبير እንክት ለበቃ በአንድ መذهب ድርቅ ማለት ደግሞ ትልቅ يمصموا بمذهب حنيفه له يم زكاه يمصطوا بعض يعني اندزي يمبال نغير يلا ولن تسال سؤالا واحدا على مذهبك انت من اين مذهب تكتل نبر تبلو بقبر انت تياقه سلا مذهب متطيقبت نغير يلا يمتطيقوا مندنو ماذا اجبت هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول ارغي ملكتني ارغي لاكوت سلسو من ادرك تكتلكو التكتلكو ميميلو طياقه نو انجي مذهب يعني انت مذهب من نبر لمن مذهبك تتوال منامن يبال نجر طياقه يلا ሁለተኛ ሁላችን ማወቅ ያለብን ወንድሞች በሁሉ ፍቅህ በሰላት ነው በዘካት ነው በሲያም ነው በሐጅ ነው በጠላቅ ነው በጋብቻ ነው በሁሉ እነዚህ አራት መዝሃቦች ከባድ ልዩነት አላቸው ብዙ ልዩነት አለ ብዙ ኺላፍ አላቸው ኺላፋቸው ግን ለኛ ትልቅ ረህማ ነው ወንድሞች ዲናችን በአንድ መስመር ድርቅ ቢሎ የሚል ቢሆን ኖሮ እንቸገር ነበር لكن ابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل والمالكيه بزو 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 بفقهيات ليونت علاچوم خلاف علاچوم اني مثال لسنه كا 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 بلا مساك بسالات بس بسوستو انتو بسوست مذهب شافعيه مالكيه حنابلة صلاه يابقى በአቡ ሐኒፋ ግን ሰላትና ውዱ ያበቃ ትልቅ ሊነት አይደለም አንድ ሰው እየሰገደ ካካ ብሎ ከሳቀ እንደ አቡ ሐኒፋ በአቡ ሐኒፋ መذهب ሰላትና ውዱ ያፈርሳል ሄደ አዲስ ውዱ ማድረግ አለበት በነዛ ሶስት መذهب ግን ሰላቱ ብቻ ነው የሚፈርሰው እንላለን طيب يقول الان اهون انت ምንድነው የምታረገው በሰላት ካካ ብለ ከሳቀ አንተ እንግዲህ ሶስት መዝሃብ እኮ ውዱ አይፈርስም አሉ ብለህ ዝም ከመአለት አጠገብ ውሃ ካለ ያኒ ከዑለማዎቹ ኺላፍ እንዳልወጣ ብለህ ውዱ ብታረግ ምንም አይጎዳም ምክንያቱም ኺላፍ ስላለ ማለት ነው ጠብ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ مثلا قراءة الفاتحة بصلاة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين مقرات ባንዳንድ ፉቀሃዎች ሩክን ነው ፈርድ ነው እንዲያውም በአብዛኛው ጀምሁር العلماء በማንኛውም ሰላት ኢማሙ ይሁን ማእሙም ይሁን ብቻው የሚሰግድ ይሁን በአራት ረክዓ ሱረት الفاتحه መቅራት هو فرض من فرائض الصلاه لكن عند ابي حنيفه يقول فرض عدلم سنه نو الى እንዲያውም ከኢማም ኮን ከሱረት الفاتحه ትቅራ ይላል ትልቅ ልዩነት ነው خلاف አይደለም طيب ከዛ በኋላ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ اذا قرأ نعم زكاه الحلي عند الست ورق كالله شلمات ورق ولا شلمات كونه ثلاث مذهب احمد بن حنبل شافعيه مالكيه منالو كفلجت زكاه تاوطالج كالفلجتم بتاوطا الله يطيقاتهم ورق ولا شلمات كونه لغيت كونه يغزاچو لنقد سايون لغيت بلا كذاچو كونه ثلاث مذهب منالو كفلجت تاوطا كالفلجت تاوطا ابو حنيفه منال زي بتام تذكر ابو حنيفه موطات اللبات جديتا لو عليه خلاف نو ايه ادلم ليلا مثال لساچو
عند سو يسيتن إج كجأبت الشافعي من إلال قد تودئي فرسال أبو حنيفة من إلال منم بجأبتات يفلقوا النقر سلام بلو بجأبتات ودو أي فرسال مالكي أن حنابنا منالو بسميت كهونة ودو أي فرسال بسميت كهونة رمو ودو أي فرسال يقول لك سوست أين الخلاف علماء وجود سلازي يتنيانو متيزو أنتي ليلا مسالي نستاجو ويتر صلاة الويتر سوست مذهب من إلالو ولت ركعنا عند ركع ليه بيتشاجو ومتسقداجو ولت ركع سقدالي السلام عليكم سلام عند ركع تامت الله ويم ولت ركع سقدالي السلام تلام ولت ركع سقدالي السلام تلام عند ركع تامت الله ويم كفر لك ولت ركع ولت ركع ولت ركع السلام يا فارقنا سبع سنين عند ركع تامت الله عند الزين شيء سوست ركع ست سجد ولت ركع عنا كذب ولا عند ركع أبو حنيفة من إلالو لا سوست ركعة أكتاتلو بأندنو بأند سلامة متسلو يعني وتر عند أبي حنيفة تصلي ثلاث ركعات متوالية أوكي ولو صليت مرة بهذا ومرة بهذا كويس أبو حنيفة عندك زي تسجدان له عندك زي اللي رجع علماء تسجدان له يعني من مر له علماء خلاف سلوان تسجدان له طيب ليلا لنا مشرشا ومثالي مثالوج ممكن عند شي مثال يسالاتو تشلالو كن عند مشرشا مثال يسالاتو التحيات يعني ثلاث نسجد مشرشا للتحيات الى عبد ورسوله يمنلو هذا ركن باجماع العلماء لا علماء تشوف التحيات لله والصلوات والطيبات الى عبد ورسوله هذا ركن من اركان الصلاه يه عند أبي حنيفة سنة ليلو تشغل فرضي صلاة على النبي نا يقول لك خلاف اللبوزو طيب يه كوني عند السو مذهبي بي كانوا مكتلوا مالك جهل النتن لمسال الشافعي كون إيني شافعيني ليلة الكتلم يعني يا نبي اكل حديث متام على قنيني يمذهبوا بتشانو متكتلوا ميلو يتلك جهلنته نو نلال طيب والافضل ان تتبع الاربع كشال كانت عالم كونك يعني تكلنياو تكلنياو ود السنه يميقرب نجر يتكتاتلك يعني بحث يادرك ود السنه يميقربو ارجح مكتلنا لكن انتبه اذا جاءك راي لمثال شيء عند مذهب مكتل يميكلك العالم يلا اني لمثال شافعي نو كالكو يا شافعي من قد مكتلو من كلكل ادلل ولكن انتبه يا شافعي من قد يتكتلك يا شافعي فقه يمياولك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كمتا يا شافعي استيت القفر قهر مستوى يهن تشلو تاكله بتشانو مذهبون يتكتل عند حديث كمتا يا سيدنا الشافعي النقاقر يميا فرس يا سيدنا الشافعي تفرسنا حديثه يا نبيات هذا الموضوع يا أخوة أهون من الناس تمرات شو النموج صلوا على مذهب أبو حنيفة لنا صلوا على مذهب الشافعي أدل ولا الحنبل أدل من دنو صلوا كما رأيتمون أصلي يسلاثين رقد أيتاتشو سقادو السقاقد أيتاتشو سقادو يالو تنبياتشن نجا يمياسود أنا تكك كلن يو سلاث على من الرد أري على من الخلاف تكك كلن يو سلاث لمسلم كفلك يا نبياتشن فلك تكتل بس ينبغي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقط غدا لن تسأل سؤالا واحدا لمن جنو أبو حنيفة مذهب يتوكم تبلو عند تياكاك طيب بل ستسأل ماذا أجبت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لو سألتك الشافعي أفضل أم ابن عباس ماني بلطالو سيدنا الشافعي نومي بلطو ويس سيدنا عبد الله بن عباس من دنو لا تلوم ما نو عبد عباس من نو
شافعي ناتلي كهونا ما بتأم سوبر جاهل ولا جوان نعم عندو كونو إني لا سكا شنغري مرسو كما مرسا شبابيت عند قزي عندو واندو ولدنا ولت بغاردو مساقا بزن كذا برلان تتان كذا شاية تتان شيخ إبراهيم تياكي اللي نانت أيقو الكواتشو يتأيقو أهون تياكي بتانا عند أبي حنيفة عند زهند زيلال عند الشافعية ومالكية عند زهند زيلال عند تنسانا قد نقر السمنا شيخ إبراهيم علي الطاو نبي عليه الصلاة والسلام شافعين ونبروا الحنفي علي الله أكبر من اللي أمتروا لكم شاف دمو سكو تياقي تاكلنا فتوى دمو يسيطا شافعين ونبروا نبي عليه الحنفي لا أكيد أكيد شافعين هنا اللباتشو أو شافعين هنا اللباتشو نبي حنف مديت هنا إلى هنا ساكي موت كنا استمر لسلة تالكم مر لسلة مر لسلة أنت جاهل شافعين حنفكو يا نبياتكم تكتاوش ناتشو كنبياتكم هلت متو متو أمت كويتو يمتو ناتشو من أقنان ناتشو الناس كو نبياتكم يمي كتلون جي نبياتكم شافعين الكتلو تفلقان لقلو قراء قباو سوي يؤنا تقنو يجهلنا تنقرنو للا دمو عندنا سكاتشو ونتينو عندو باندا اگر هدنا يا اگر بتام 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 بمذهب بالنزي اردت مذهب وش بتام يكتل اگر نبر بتلي شافعنا حنفي حزبو بهول التكتل مالتنا قماشو يا ابو حنيفان من قد يكتلال قماشو دمو يا شافعيا من قد يكتلال مكتل بشاسا هون ودت لاتشا درجة درسة حنفي كون عندو اي ودو يا شافعيا حنفي دومو شافعي كونه اي ودو بتام يتقاللو اندزي اهون عندو كوچ اگر متطنا ازا فيزا سياسمتا معناتو سيغبا ود اگرو سيغبا انغدي دخول يمبالال ينترنس فقاد اندزي يمتو حال ادلم بكاونتر يمتو حال ستامب يمتو اهون يا يمتو وتادر بتام يا شافعين منجد يكتل نبر ابو حنيفه انا يود اهم من قالوا باسبورتي زو كنا جنا محتمو سايمتا انت مذهبه مدنو قال هون شافعي كالي ممكن يسويو شافعي عدل اي متى لتنو باسبورتو حنفي كالي يسويو ممكن حنفي عدل باسبورتو اي متى لتن تجنكنا من قالوا أباتي حنفي نو إناتي شافعي نشالو بارو باسبورت مرالو أو كويس سلم لي على أمك لإناتي سلام بلنيا إناتي شافعي سلو نشكونو أباتي حنفي نو إناتي جن شافعي نشسلو إشي إشي طرونو سلم لي على أمك سكزي درس بتقام انت النبرات شو مالكو على كل ابن عباس بلن يمي بلتو على من كركر على من مولاول سيدنا عبد الله بن عباس نو مكنياتو عبد الله بن عباس صحابي ناتشو شافعي عند كولت متو أمت يمتو عند عالم ناتشو سلزي يعني زك تنياو صحابي كمان من يوم عالم بهلا يمتا يبلتو يكوني عندك أنالو عندك أن سيدنا عبد الله بن عباس النا سيدنا أبو بكر بن عمر لا لا سيدنا عبد الله بن عباس كان سو ولا سو الذي نبرنا يكراكروا نبر أهون سيدنا عبد الله بن عباس من قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا النزاه ولا سو دمو لكن عمر كن الذي هالي سيدنا أبو بكر كن الذي هالي عليه عبد الله بن عباس من علي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا تمر سيا لك نو نبياتنا الزهال جنكو يزيان قدمه أبو بكر وعمر كن الزهال أهون بن عباس فندى فندى تكات على الناس تندى أقول لك بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفلق لها
أقول لك قال صلى الله عليه وسلم تقول لي قال أبو بكر عمر لا يوجد لا يوجد قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثم اسمعوا يا أخي أن هؤلاء المذاهب النزام أرات مذهب الشم كلهم وصيات تونهيد إن يانو من شفروا نجي النسو الناس آهونو تقلاقلو لو كزي ألم يهيدو وصيات تونهيد من يمين وصايا؟ نعم مجمرة بأن بزمن أدلم ينبروت مجمرة متو إمام بسمانيا وانتنو هجرية سيدنا أبو حنيفة ساتشونو تلك بإدنيو سمانيا انتنو هجرية متو أمت مرات يعني دمنا لهم كذاك تلي متو يعني المالكين أتشو كذلك قلت له متو الشافعي ناتشو كذلك قلت له أحمد بن حنبل اندزي ناتشو ليون ناتشو سمانيا متو آمت من أمن الله إشي لكن يقر ماتشو أراتهم يتناقروا عند كلام بعد زمن النبر وندوش يونت متو آمت ليون ناتشو لكن عالم عالم له من أرن أراتهم يالوت نقر إذا صح الحديث فذلك مذهبي سبحان الله عند صحيح هو لو تكتك الحديث كغنياتشو إني راسي إني مذهب يا حديث نو شافعي مالك داتولي إني مذهب يا حديث نو إذا صح الحديث فذلك مذهبي طيب نحن لم نجل نو حنفي حنفي شافعي شافعي مالكي من لو حديث كغنيان بك حديث لمن المسلم قال أبو حنيفة سيدنا أبو حنيفة منالو حرام 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 على من يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ينا دليل ينا مصر الجامعة كتنك الله يعني كترتك هنا حديث للاك قيني السنة ما يوستبت مكنيات اللهم حرام نو حديث انتتو يعني استيايتنا يعني دليل موسدو بتام حرام نو بلوان طيب ليلا دوم ابو حنيفه منالو سبحان الله نحن بشر قالوا كان يقال لك نحن بشر لحظه كويس نحن بشر انيا كوسوش ننال نقول قولا هذا اليوم ناتو سولجنا نساسات لن رسال لن يالهون نقر نقا قرر لن نقا نقر سيبرا لن لا تنانت نار كنت تككلا دلن هلا تشند الزهن دمو ليلة دمو أبو حنيفة منالو عندو أبو يوسف يمبالو كفتنياو بوتا يازو تماريات شو يعقوب يلوتال أبو يوسف يلوتال السونة برنا من يدرب نبر أهون دم تدرب تون دموش أهون رابع العدوية ليلوتشو بمولو ليلوتشو عند حكمة مثلا عند ليلوتشو يمتسوه تمارس كتا كنيغات يتكتاتلاتشو يمتسوهوت عندو أبو يوسف يميبالو يا أبو حنيفة تمرت كتا متسف نبار أبو حنيفة منال نقر نقل نكيروني شلالنا أنا رأسك الأمور رأسك أبو الصحف نجي أبرتين كعافية وطاعت تصافر سبحان الله العظيم مكناتهم سونا نيام للساسات شلالنا نعم وقال أبو حنيفة أبو حنيفة انشرس لي وقال أبو حنيفة إذا قلت قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي يلال أبو حنيفة هكذا تبرأ كل الأئمة الأربعة من الزهر قو سدت بلوك الزهر كذهب طيب مرة عندك أن الإمام مالك منالو تخليل الأصابع كوس النار لمال تخليل الأصابع من النوم ودو ستارك بزي بهولة سوست بتأتو تشو مهاكل يعلو وهان دي درسات شو من الزهر قبك شبك من الزهر يعني تاكوان له ويمدو موها تاسقبال له يعني
يعني من دونه تهشوا لنا تعت بتعتان سكبتة تهشوا لنا وهاي جواب بتاعنا يكو سنة للم يلون أبار مكناتهم يدرساتوا حديث يلم كذبها لا عند سو من الله شو يا إمام إن يقل حديث هالليني له من يم بالأمين الحدث يقول حدثنا فلان حدثنا فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه تخليل الأصابع سنة نوالو نبيات سلات شو تنقط سيدنا أبو حنيفة سيدنا مالك انت الزينو أو كذبها لا بيهدو يهدو ود مجلس يهدو ود مجلس بغنيو بتمجلس يهدو إمام مالك تساستوان تخليل الأصابع سنة لم يلاتشو نبر أهم بستتين يرمكونين تخليل الأصابع سنة نو بلو هو تنشو بمولس كميموتو تخليل الأصابع سنة نو إيالون الموتو إمام مالك يتشن تنشن تنوال ستتوا عند ترارا هنو تبنياتشو كذب هلا الإمام مالك منالو إنما أنا بشر إنكو سوني فخذوه وكل ما خالف السنة فاتركوه سبحان الله ينين قدر هلو بمن دنو مسفريا ومن دنو بسنة سنة كتكتل وسدو كسنة انتاركونا قد توت ينين قدر هلو سيدنا مالك سيدنا مالك طيب وده انت نهدستي شافعي شافعي منالو لا يوجد إنسان لا تعذب عنه سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند سو كذيها الدنيا يا نبيات سنة يميت أفاو سو يلم يعني عند سو هلو يا نبيات يالو تنقر سنة أقال له مالت زفتنا أي هون بزوتها قال له بزود أمو استوى له يالدرسه نقر عليه سلزي من يوم عالم يا نبي صلى الله عليه وسلم عندنا الحديث يالدرسوا عليه حتى بعض الصحابة صحابة مقال نبي صلى الله عليه وسلم يتناقروا هبتوا لهم يمي أوقود يهنا قال تكتلوا سلزي إني بكاء يني مذهب تكتلوا إني أقال له أتبروا ألو بعض الناس يقول هذا في مذهب أبي حنيفة عند سو من إلى لمسة بجزياتك يكو بحنفيات شن دزي نو إلى إيش حنفيات شن دزي نو لكن نبيات شن دزي دزي يستل من إلى هذا قال يالون قوان بسويش عند سنة وكويه نو ينبيات شن سنة يهنو أبو حنيفة جن دزي هلاي تكلا دلمي أبو حنيفة مكناتهم ينبيات شن حديث سلال تلاشوا تقوت أبو حنيفة من دون هانت كنانت نعم التهلج أبو حنيفة ين حديث هيكون مرثنا كانت أنت كما ولده بفيت ين حديث يقالو انتيت من أمن يا خلايا وكي شنالو لا أبو حنيفة ما يقول حديث يلم زنبلا أنت انتنا تبل وهابي من أمن بلو يسار دبال نا إن صح الحديث فذلك مذهبنا أردت من الزيادة حديث صحيح كتغني إني مذهب إلي يعني مذهب قالوا تبكى يا حديث النقر تكتلوا أوكي؟ طيب إذن إيه نقر كالي كل مسألة صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن حديث كتغني كل مذهب انتوالنا إيش إنقدين دزي كون أهون يمن مارو يا أردت مذهب نوينجي يا أند مذهب أدلنا هل من أئمة غير المذاهب؟ نعم كمذهب وشتمو كالنزي أرث مذهب وشتمو كالنسيم يبطع علماء وشالو كالنسو بفيت ينبرو لكن النزي أرث مذهب يمبار واندموش يا ألم مسلموش شي أرث متو أمت تقلال لا النزي أرث مذهب وشتمو تقبلاتشو بأند اسم منت بأند كال بأند لب بأند شنكلات يتقبلواتشو النزي أرث مذهب وشتمو أبو حنيفة الشافعي مالكي وأحمد بن حنبل ليلا مذهب قالوا لكن عند النزي أرثا ينكركم قدي هون دموش زي أسكم النام يمن ما رو أهون جنا ودسرات القبهم يمن ما رو كتهارا جمرا يمن ما رو من دنو صلوا كما رأيتموني أصلي نونجي يا أبو حنيفة ما دلّم يا شافعي يا مالكي يا أحمد بن حنبل أدلّم إياكو إذا ردت ساتشن الزي إلي 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 إلي